وبقدر احكي في أسوأ انواع سمك القرش قديش اجانا من اسماك القرش واخذوا امتيازات جدا. قرش قرش على طول كتبه الحين شو الحين بقول حنون أخذوا امتيازات وأخذوا احتكارات وأخذوا اللي بدكم إياه بوسائل مش صحيح. ولكن إحنا بعد 23 سنة آن الأوان إنه إحنا نعمل مواجهة لتصويب الوضع الاقتصادي. وأنا بعتقد هذا إحنا كنا موزعين اتفاق باريس في ثغرات في مثالب في عيوب في ولكن هو وانا بدافعش عنه يمكن انا انتقدته في حينه كويس ولكن هو بدنا نحاكمه على الزمن اللي هو وقع فيه ولكن كمان بصيرش احنا نضل اسرع لاتفاق باريس بصيرش. ومن هون انا بقول انه في قرارات في المجلس المركزي وانا بعتقد انه احنا مش بعيدين عن تدريبه طبعاً بعيداً عن الانفعالات وعن الانتقائية اللي بعضنا لأنه هو بده يشحر وبعضه كنا بفكر أنه هو بكسة. قرار المجلس المركزي مراجعة العلاقات الثنائية مع الإسرائيلي مش بس في الأمن، في الأمن وفي الاقتصاد وفي السياسي وفي الإدارة وفي كل ما له علاقة بالاتفاقات السابقة. ولكن موضوع الاحتكار وكلنا عشنا تجربة الجات ومعروف مين البعض الموضوع معروف مين هم التجار اللي لعبوا في السوق عشان يكسبوا فلوس وهذا عيب. وأنا بعتقد بأن الحكومة يجب أن تكون حاسمة والحكومة يجب أن تكون محايدة والحكومة يجب أن لا تخضع إطلاقا لا لتأثير الحيتان ولا لسمك القرش في مصدم هذا الشعب. هو قطاع وطني بالقياس منذ عام 67. واضح أن هذا المؤتمر في جلسته الافتتاحية كان الطرح واضح باتجاه سياسة تسعيرية في فلسطين عادلة، وكما أفادوا كل المتحدثين الرئيسيين أنه إحنا إذا بدنا المواطن أولا بدنا توفير سلع له بأسعار مناسبة بكرامة بجودة عالية على قاعدة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ودعم المنتج الفلسطيني. يعني هناك دور كبير للوزارات المختلفة على رأسها وزارة الاقتصاد الفلسطيني التي يجب أن يكون هناك ورشات عمل لمناقشة هذا الموضوع للوصول إلى حلول. نحن سوق مفتوح، سوق مرتبط بالخريطة العالمية، وأيضا نحن لنا خصوصية بأن هناك انفتاح على السوق الإسرائيلي وهناك مناطق عنا مناطق غير مسيطر عليها من قبل السلطة الفلسطينية وهي مناطق سي التي يهرب إليها بضائع كثيرة. بالتالي هناك موضوع تداخلي يصل إلى مرحلة أنه لا يستطيع الرقابة الحكومية على التمكن من التسعير المناسب لحماية المستهلك. وبالتالي هم مسموح لهم